التنويم هو حالة استرخاء للجسم واسترخاء للعقل، للعقل الواعي. ممكن نسميها أنه بيسرح العقل الواعي، بنخليه يتذكر ذكريات جميلة، بيسمح لنا أنه نمر للعقل الباطن ونمرر الاقتراحات والبروتوكول اللي بنستخدمه للعقل الباطن. ما فيها سيطرة وما فيها نوم أصلاً، لما ينام ما بتزبط الجلسة. إحنا ما بدنا المستفيد ينام، بالعكس بدنا إياه يكون وعيه وإدراكه عالي، وهي نفسها حالة التنويم الترانس ستيت، حالة من الاسترخاء العالي والإدراك العالي والتركيز العالي. المستفيد بيكون مركز مع صوتي ومركز مع الاقتراحات ومنسجم ومتقبل لها أكثر فأكثر. هلأ رح نعمل اختبار قابلية الإيحاء لسيرين، للمستفيد، لأي مستفيد. بالبداية نختبر قابليته للإيحاء، قابليته لاستقبال والاستجابة للإيحاء من الممارس. لازم يكون في بينهم ألفة كمان. فهلأ رح نحكي لسيرين إنها تتقبل منا أن تدخل في حالة بسيطة وخفيفة من الاسترخاء الجسدي والاسترخاء الفكري لعقلها الواعي، وإنها تغمض عيونها. غمض عيونك يا سيرين، مدي إيديكي هيك لفوق خليهم. أوكي، بدي تغمض عيونك وتراقبي عملية التنفس اللا إرادي التلقائي، عملية التنفس والشهيق والزفير اللي بتتم عن طريق أنفك. ركزي لي فيها وركزي بصوتي، خلي تركيزك مع صوتي، اسمحي لتركيزك يكون مع صوتي ومع النفس. راقبي الشهيق والزفير اللي بيصير، لاحظي هذا الهواء الدافي اللي عم بفوت والزفير اللي عم بيطلع. حاولي طلعي الزفير من فتحة تمك بأطول فترة زمنية ممكنة. اسمحي للاسترخاء يكون موجود في جسمك، في عضلات وشك أكثر وأكثر، وكأنك من بعد يوم طويل لقيتي غرفة فيها كرسي مريح وعدت هذا الكرسي لترتاحي. اسمحي لنفسك بهاي الفرصة بهاي التجربة لترتاحي. بهاي الأثناء خلينا نتخيل، وتخيلي معي وتذكري وكأنه على إيدك اليمين في كرة معدنية. كرة معدنية خلينا نقول لونها رمادي، تقيلة، وزنها 10 كيلو. على إيدك اليمين موجود كرة معدنية تقيلة، وعم بتقل إيدك وبتنزلها لتحت. هاي الكرة المعدنية اللي تقيلة فوقها كمان كرة معدنية وزنها كمان 10 كيلو، صاروا 20 كيلو على إيدك اليمين، وعم بيخلوها تقيلة أكتر وأكتر وعم تنزل لتحت أكتر وأكتر. بهالأثناء بخلال ما إيدك عم تتقل اليمين، إيدك الشمال مربوطة بحبل، مربوط ببالون هيليوم كبير خفيف. عرفيتهم هدول الخفاف كتير بيطلعوا إيدك الشمال لفوق. هذا البالون الهيليوم الأحمر كمان بالون أحمر تاني عم بيزيدها خفة وعم تطلع لفوق أكتر وأكتر أكتر وأكتر. الإيد الشمال طالعة لفوق بسبب خفتها بالخيط المربوط بالبالون الهيليوم، والإيد اليمين تقيلة بسبب الكرة المعدنية. تمام، خليك زي ما أنتي. رح أعد من 1 لـ3، مش قبل 3. رح تفتح عينيكي. 1، أنتي واثقة من نفسك أكتر. 2، أنتي مرتاحة مع حالك، مرتاحة بالحكي قدام الناس أكتر وأكتر، وعم تاخدي الشهيق، عم ترجعي للمكان اللي احنا فيه بحيوية ونشاط، بكل حيوية ونشاط عم ترجعي للمكان اللي احنا فيه. 3، فتحي عينيكي. هون قابليتك للإيحاء. إيدك اليمين كيف حسيتي؟ احكي لي عن تجربتك. إيدك اليمين تحت بسبب حسيتي بالتقل؟ يس، بس حسيت بالتقل، بس كنت حاول إني ما أنزلها بس لحالها نزلت. وهون حسيت بالخفة. هون حتى لو كان في مقاومة، حتى لو كنت بتقاومي هاي الفكرة أو هذا الإيحاء، جسمها استجاب لهذا الإيحاء زي ما أنتم شايفين. هذا اختبار قابلية للإيحاء، بيختلف وبتفاوت بين الناس، ولكن دائما ممكن يمر الاقتراح ونستفيد من الجلسات. فجلسات التنويم بالإيحاء بتتراوح من 3 جلسات لـ7 جلسات، وبتنحل المشكلة لأنه هي بتكون تدريجية. الإنسان بعد الجلسات بيحس أنه اتولد عنده السلوك وتسجلت البرمجة يوم عن يوم، شيء فشيء. صار عنده ثقة بالنفس أكثر، صار يحب حاله ويقدرها من غير ما يلاحظ، من غير إرادة منه، ولكن برغبة منه وباستغلاله واستخدامه للتنويم بالإيحاء.